عشان كده لما غيرنا الاستراتيجية عملنا تحديث على التطبيق وزودنا حاجة اللي هي إمكانية إنك بمنتهى البساطة تروح على شاشة المستشفى، هيعرض لك قايمة بأقرب بقاعك، هيسألك الأول ممكن تفتح اللوكيشن، تفتح اللوكيشن بتاع حضرتك، بيعرض لك أقرب المستشفيات لبقاعك وعنوانها إيه، كم بحيث إنك لو دوست على أي مستشفى أوتوماتيك بيحولك على جوجل اللي بيرسم لك الطريق من ما أنت واقف فيه لغاية باب المستشفى، يقول لك خش على طول هتلاقي المستشفى في وشك، فبالتالي بقت الطريق أهل وبطل لكل الناس تعرف أقرب مستشفى يقدروا يتوجهوا لها حالة الاشتباه الإصابة. طيب إن شاء الله مين طب خلال باشمهندس، يعني عايزين القادم نعرف من حضرتك كمان انه هذا التطبيق زي ما ذكرت في بداية الحديث ما هواش كان مخصص في البداية لكورونا او لكورونا فقط، الآن وقد اهتممنا بكورونا بهذا الشكل على هذا التطبيق، امتى هندخل على الخريطة الصحية لمصر والأمراض الأخرى؟ ما هو ان شاء الله رب العالمين اعتبر جاي في تحديثات تحديثات. زمان، التحديثات دي حاجه خاصه بالكورونا. احنا بنعمل ايه؟ بندرس المشاكل اللي بتجي لنا على الكول سنتر واللي الناس بتتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، ندرسها بشكل كويس، ثم بنشوف الاعلى والاهم والاكثر اولويه منهم ونبتدي نشتغل عليه ونحط له حلول تكنولوجيه تسهل على الناس ان شاء الله رب العالمين. رب العالمين في مشكله من اكبر الحاجات اللي بتواجه الناس، ان شاء الله خلال اسبوع سيتم اطلاق تحديث جديد على التطبيق يساعد على حل المشكله دي. كمان في تحديث خلال نفس الاسبوع ده هيكون من ضمن نفس التحديث انه حضرتك تقدر بمنتهى البساطه من نفس الشاشه بتاعت انك تعرف اقرب مستشفى، تقدر تقول له لا انا عايز اعرف اقرب بنك دم ليا فين، فراح عارض لك خريطه بكل بنوك الدم، فبالتالي تقدر تتوجه للتبرع او تلقي الدم من احد مراكز نقل الدم المعتمده اللي هي بتاعت وزاره الصحه. اقدر ازود العيادات الخارجيه، اقدر ازود مراكز الاورام، فبالتالي في مجموعه كبيره من التحديثات ان شاء الله رب العالمين نازله الاسبوع الجاي فيها ما يخص كورونا وفيها ما يخص بقيه الخدمات اللي بتقدمها وزاره الصحه بشكل عام. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى هذا التطبيق الحقيقة الهام جدا لصحة المصريين. كنت معنا عبر سكايب المهندس أيسم صلاح رئيس الإدارة المركزية بالمركز القومي لمعلومات الصحة بوزارة الصحة والسكان، شكرا جزيلا لك.